هي الكيك ديالي بالعجاس، انا درتها غير بالعجاس وخماره والحليب، ما كاين لا دقيق لا والو. البنات ابسط ما كاين واسرع ما كاين. البنات خليكم معايا حتى الاخير. البنات انتما كتشوفوا دابا ملي قلبتها، انا مقطع لك واحد الطريف سهله مهله. البنات هذا هو الشكل النهائي، انا قطعتها راك شتوني درت فيها حلوه بيضاء، وهذيك بالشكلاط باش تجيني هكايا بالعجاس، كاين اللي كيقولوا بوي. هذا هو الشكل النهائي، كنتمنى من الله تجربوها في 5 دقائق بلا دقيق بلا بيض بلا زيت. خليكم معايا البنات. السلام عليكم، كي دايرين اخباركم البنات؟ اليوم بغينا نديروا واحد الكيك اللي ما نحتاجو لا دقيق لا بيض لا والو. البنات كما كتشوفوا عندي حلوه، هذوك اللي كتشريو من سوبر ميركاتو تيكونوا عندي. انا 290 غرام ديال هاد الحلوه هذه هكايا عندي. البنات 200 مل ديال الحليب، ما خاصهاش تجيني جاريه، انا عبرته بالرضاعه. 200 مل البنات، وغادي ندير معاهم واحد الخماره، وغنديرهم البنات هادو غنخليهم يترقدوا طايب ليا بلا ما تهرسوهم بلا حتى شي حاجه، يترقدوا في هاد الحليب نحطهم على جنب. غنقول لكم البنات غنديرهم بالعجاس بوعويده البنات، لحقاش ما عرفتش الدول الاخرين اسميتها البنات اللي كنقيوها. البنات هادي كيما شفتوها كنقيوها هكا من الداخل صافي، وكنقطعوها طريفات. انتم شفتوا مقطعه هاد الاخرينات هادو صافي، كنقطعوها هكايا باش طرفات صغار، وكنعمروها من الفوق سريعه. الا كان جاو عندكم الضياف ولا شي حاجه كتوجد البنات في 5 ديال الدقائق، غير كتغسلي فروته وديري هذيك الديسير وديري هذيك ترقد دغيا. خليكم معايا حتى الاخير. دابا البنات ملي دار ليا داب ليا داك الحلوه الاخرى، زدت عليها البنات 70 غرام ديال هاد الحلوه هذه هكايا بيضة، وغنزيد عليها البنات 100 مل ديال الحليب صافي، ونخليها باش نجمع بها كلشي باش تجيني فيها ما بين مخلطه ان شاء الله. خلي شويه، خليكم معايا حتى الاخير. دابا البنات غندير لها خماره، ديك الحلوه الاخرى غير همشتها باش تجيني هكايا بيضة في الوسط، غير خماره البنات صافي. ونديرها في الطاوه ديالي، غنخلط ندخل فيها غير هاد الخميره مزيان ونديرها في الطاوه، وبقاو معايا اسرع ما كاين. الا جاكم شي واحد هكايا وبنينه بقاو معايا حتى الاخير. البنات انا من بعد ما خلطته مزيان مزيان غنديرو في هاد الطاوه هادي، انا راه درت غير طاوه صغيره، الا بغيتو ديرو طاوه كبيره زيدو الحلوه ماشي صغيره صغيره، ولا اني الا بغيتو ديرو حلوه كبيره اللهم تزيدو، ما خاصهاش تجينا جاريه البنات صافي، خاصها تجينا هكايا. وداك البسكوطي في البيض يجينا في وسط منها الا ما دارش لينا صافي البنات. وغندير فيها اللاج بالهذا العجاس، وندير ولا البوعيد كل واحد اش كيقول له، غندخلهم فيها هكايا بقاو معايا حتى الاخير. انا غادي هكا البنات، انا من دقه ديت دابا بوعويده ندير لها شويه ديال الكاوكاو من الوسط، ولا اللي كان عندكم البنات انا غير في الوسط هنايا وفي الجنيبات، وباش ما بغيتو الا كان عندكم الكوك ولا باش ما بغيتو تكادو. وغندخلها الفران البنات، انتوما شفتو غير الحليب وخماره هي مقاده، خليكم معايا انا نديرها في الفران. البنات هذا هو الشكل النهائي، راه طاب دابا يلا جبتها من الفران، خليكم معايا حتى الاخير. البنات انتما كتشوفوا دابا ملي قلبتها، انا غنقطع لك واحد الطريف سهله مهله. البنات انا غنقطعها دابا قدامكم كما العاده، ما تخافوش على بوعويده راه كتجي طايبه البنات، كتجي رطبه بزاف بزاف بزاف، كتجي علشان درت فيها ديك الحلوه البيضه كتجي هكايا مهرمشه مخلطه
كديري فيها حلوه بيضه، الحلوه ديال الشوكولاته كان رانمش هذيك البيضه فوس منها، راكم شفتوها معايا. هذا هو الشكل النهائي. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش توصلوا اي جديد البنات. هذا فضلا وليس امرا. يعطيكم الخير.